بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله جل في علاه عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان يرحم البشر بل حتى يرحم البهائم عليه الصلاة والسلام. ومن رحمته بالبهائم أمرنا إذا أراد الإنسان أن يضحي أو يذبح ذبيحة أمرنا بأن نرفق بالبهائم، فقال عليه الصلاة والسلام: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. في ناس يتعب الذبيحة سبحان الله وما عنده رفق بالحيوانات، بل أحيانا سبحان الله يذبح البهيمة قدام أمها، وهذا سبحان الله نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يخالف الرحمة. مطلوب من الواحد أنه يبعد الذبيحة عن الأم. حصل موقف في أحد الأيام أن أحد الشباب ذبح الحاشي صغير الإبل أمام أمه سبحان الله، يقولون أن الناقة حقود. فيقول دارت الأيام سبحان الله وهذا الشخص يراقب هالناقة هذه وهي التابعة. يقول أحد الأيام كان دائما ينام في مكان مرتفع، يقول أحد الأيام حط بشته وسريرة في مكان نازل قريب على هذه الناقة. سبحان الله لأنه ما رفق فيها ولا في ولدها فذبحها قدام أمه. فدارت الأيام سبحان الله وشاف هالناقة هذه تبرك على المكان اللي هو حاط فيه سريرة وبشته. ليش؟ لأنه ما رحمها وذبح ولدها قدامها. فشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام لما يأمرنا بالرفق بالحيوان، هذا قبل يكون رحم البهائم رحمة فينا، لأن قد تنتقم هذه البهيمة منك إذا كان عندها يعني قوة وقدرة. ولكن الله عز وجل سبحانه هل ترك هذا الأمر همل ولا رتب عليه ثواب كبير؟ سبحانه رتب الله عز وجل على الذين يرحمون خلقه سواء من البهائم أو من الناس أن الله عز وجل يرحمهم، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وجعل عقاب شديد على اللي ما يرحم، فعذب الله عز وجل امرأة لأنها حبست هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وغفر الله عز وجل لرجل لأنه سقى كلب حينما هو كان عطشان وشرب الماء ورأى كلب سبحان الله يلهث من العطش، فرجع مرة ثانية نزل البير ووضع في خفه الماء وسقى هذا الكلب، فشكر الله له وغفر له وأدخله الجنة. ليش؟ الرحمة بالحيوان، هذا السبب. فأسأل الله عز وجل يرزقنا الرحمة على كل خلقه إنه جواد كريم. تابعونا بعد الفاصل مع فريق المسلم الصغير نكمل باقي الموضوع. حياكم الله شباب، شو اخباركم؟ طيبين؟ طيبين. الله يسعدكم يا شباب. حبايبي، لو شفنا انسان دائما يجيب ماي ويحطه مثلا بالحوش او بالسطح بعز الصيف، ويحط مثلا يجيب يشتري من الجمعيه اكل حق القطاوه زين او شعير حق الحمام ويحطه هم بعد حقهم، هذا يدل على شنو؟ أحسنت، يدل على أن الإنسان هذا رفيق بالحيوانات وإنسان رحيم. هذا اللي يرحم حتى البهايم الله عز وجل يرحمه، لأن الراحمون يرحمهم منه؟ يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. الرفق بالحيوان أجره كبير جدا جدا. يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام شاف رجل حاط على الحمار الله يعزكم حاط عليه شايل عليه شغلات واجد، والحمار مو قادر يمشي بالله يمشي. النبي عليه الصلاة والسلام انهى وذم هذا الخلق اللي كان في قلبه، كما عنده شفقة ورأفة بالحيوانات، فنهى عن هذا الخلق وعلمنا وارشدنا وقال لنا شنو؟ ان نرفق فيهم.
نعطيه على قد طاقته. حمار مو نفس البعير تقدر تحط عليه شغلات وايد، لا حط على قد حالتك. يعني الحين مثلا اعطيكم مثال، اذا 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 السياره مثلا ما لها مشاعر ولا حسيس، ما يظل واحد عنده سياره صغيره يحط عليها نفس الاغراض اللي بيحطها على سياره كبيره مثلا الجيم، صح؟ مع ان هذا جماد ما عنده مشاعر، شلون يرضى بالبهايم اللي لهم احساس ويتالمون ويتعبون؟ فيا شباب، الرفق بالحيوان من اعظم الاخلاق اللي بسببها يرحمنا الله عز وجل. والنبي عليه الصلاه والسلام شاف صحابي جليل، كان صغير هذا الصحابي الجليل، وكان عنده شنو؟ كان عنده عصفور يهتم فيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان كل ما يزوره يساله عن هالعصفور الصغير هذا، فيقول له ما فعل النغير يا عمير؟ سوى؟ طمن عليه؟ شلون؟ ايش اخباره؟ سبحان الله. فتخيل يعني مو بس يسال عن الناس، يسال حتى عن البهايم. شفتوا رحمه الله عز وجل شلون امرنا حتى ان نرفق بالحيوانات؟ سبحان الله. لان الثواب يريد الله عز وجل سبحانه وتعالى ان يكون في كل اوقاتنا فيها ثواب وكل اعمالنا. الواحد يقول يستغرب، يعني يقول معقول انا اوكل بهيمة اخذ اجر؟ اي نعم، النبي عليه الصلاه والسلام قال وفي كل كبد رطبه اجر. اي شيء حتى لو النباتات تسقيها ماي، يعني مو بس البهائم حتى لو النباتات، تخيل. فالله عز وجل سبحانه يرحمنا برحمته اذا رحمنا البهائم. وشنو نهانا النبي عليه الصلاه والسلام؟ نهانا ان نراعي حتى مشاعر البهايم. تخيل يوم من الايام سبحان الله في عصفوره شافها مضايقه حيل تدور عيالها، ولا واحد شنو كان ماخذ فروخها كان يقول من الذي فجع هذه بولدها؟ خلاها يعني شوف شلون لما نقول فلان فجع قلبه مثلا على مثلا شيء كبير صار. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال من الذي فعل هذا الأمر؟ فخافوا فقالوا لهم رجعوا لها ولدها. ما يصير واحد سبحان الله ياخذهم من باب اللعب، أو أن مثلا إذا أخذته مثلا تبي تسوي شغلة تنظف مكانه تردهم على طول، عرف شلون؟ فتخيل يعني موضوع مو بس نراعي مشاعر البشر، حتى البهايم أرشدنا خير البشر عليه الصلاة والسلام أن نراعي شنو مشاعرهم، نكون من أهل الرفق ومن أهل الرحمة. لأن اللي يرحم يرحم، والذي يرفق يرفق به الله عز وجل سبحانه، يرفق به ثم يسخر له من يرفق به. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الرحمة، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.